نشاهد هنا في ابتدائية زجاي صحراوي ببلدية الفيجة بدائرة سوقر، نشاهد زيارة ولي ولاية تيرت وشاهد ماذا قال. لا لا خافوا، حنا خافوا عليك، كتخاف على الدراري وحنا خافوا عليك. ربي يعطيك الصحة والحاجة عليك ان شاء الله، يضربك الله يحفظك. ما قريب راه دايرة حالة هاد الايام، هذا مو ممتع حتى ما دخلوش. كثرة تعال نرفعوا العلم معاهم، نرفعوا العلم في الفيديو في اليوم. قراو لاباس سيد مدير في التسميه، الاقسام يكفيو تدفئه كيف تشوفو راه يشعل. السلام مية بالمية كامل ياكل. وجبة ساخنة. ها؟ وجبة ساخنة. واش داروا لهم اليوم؟ اليوم عندهم طعام. ها؟ طعام. السلام عليكم سيداتي الكريم. كثير من الطعام. مع البلدية. طعام وباه بال. واجد ولا مزال؟ مزال. وياكلوا باك وحدة. والحمد لله كيف ياكلوا الحمد لله ياكلوا مره في الاسبوع لا الحمد لله ما يخلصش كامل 70 دينار نجيو لهنا ياكلوا كحال 70 دينار معليش طعام طعام تكون مليون يكون وجبه مليون يكون هنا شحال تقام هنا طعام هنا ما يلحقش ما با 3000 نفر تاكم من الفونيسي تكون مخيمه مع التبيع هنا عندنا كيف رحنا لدي قاتل لقينا الحم هنا ما كاش الحم في منطقة وين 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 رعوية يعني على الأقل مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع على الأقل يا سيدي ما كاش الحم ديروا الدجاج أنت ما عندك فلوس يعني أضحك عليك دينار لازم مرة في السمانة بيسير هذه هذه وحنا نجيو لهنا منطقة منطقة فقيرة وسيدي ما ناكلوهمش الحم أنا بيض أحسن طلوش أحسن طلوش أنا ما عندي حتى استفسار اسمع اسمع لا لا هذا حق التمييز ورا الان السلطات العموميه زدنا في الوجبه لازم في الميدان يحسوا بها سبحان الله. هنا شحال تقام هنا طعام هنا ما يلحقش ما با 3000 نفر تاكم من الفونيسي تكون مخيمه مع التبيع هنا عندنا لحم. كيف رحنا لدي لقينا الحم هنا ما كاش الحم في منطقه وين 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 رعويه يعني على الاقل مره في الاسبوع مره في الاسبوع على الاقل يا سيدي ما كاش الحم ديروا الدجاج انتم ما تحسوا بها سبحان الله العظيم انتم قاعدين تخدموا بالنصوص القديمه وحنا نص جديد وطلبنا اعتماد ثمانية من صندوق المشترك جامعة محل سلودان ايه هما شو معنى سلودان هذه الناس مش عليها سلودان هاك شوف يعني الوجبه يا اخي زادت 70 دينار 75 75 حنا في منطقه الهضاب ب 75 ما ياكلوش اللحم مره في الاسبوع ما ياكلوش الجاج هذه هنا انا هذا المفتش تاع المطاعم المدرسيه شوفوا له لا شوفوا له الديتاي لا المفتش قلت لا نوري اوفيسيال اونكيت اش فين اونكيت لا 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 انا حق التلميذ مقدس حق التلميذ ابتدائي لا 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 هذا ما يجيبش لا ما يجيبش ايوا لا 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 ما يجيبش خالص عليها لا ما يجيبهاش انا مش قضيت مشكل عندنا اولا عندو ان كونتر يطبقوا ثانيا عندنا لاميلوراسيون تاع الوجبه لابد لابد نحسوا بها في الميدان. انا با كيسيون. الحاله كيف راه تمشى؟ انا ديجا هكا سمحوا لي العباد اللي غادي يستعملها انا مشوكي. انا راني مشوكي. انا اكثر منك الشيخ. انا اكثر منك اذا انت مشوكي. انا اكثر منك. الشيخ. طعام بلا دجاج على الاقل على الاقل سبحان الله العظيم لا لا لا. طعام بس سقيها سيدتي الكريمة. بالمرقة. بلا بيض. بلا بيض. الله يلعن. الله يلعن. اسف. للاسف في درجه بلديه راه كثر من احترام مع رئيس دار المطعم المدرسي هذه لا لا ما قبلهاش